إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن تقسيم الخلايا السرطانية ونمو الخلايا بشكل عام في هذا الموضوع. يعني عندما تنقسم الخلية الطبيعية ينتج عنها خليتين، انقسام الخلية يعني متماثلتان تماما بهم يعني نفس الصفات الموجودة في الخلية الأم أو الأصل. ولو نظرنا إلى الخلية السرطانية فإنها يعني ينتج عنها يعني ينتج عن انقسامها خليتان متماثلتان، يعني كما يعني يجد في الانقسام الخلية الطبيعية، نفس الانقسام الخلية الطبيعية موجودة في الخلية السرطانية، وخليتان يعني متلاصقتان، أي أن الانقسام يكون غير كامل، بالإضافة إلى يعني خليتين غير متماثلتين، أي واحدة كبيرة موجودة في المنطقة وممكن تكون الأخرى أصغر قليلا مع الاختلاف في عدد السبقيات، وكذلك يعني أغلب الخلايا السرطانية تكون بهذا الشكل، خلية كبيرة وخلية أخرى صغيرة، أو يعني بشكل عام يوجد عدة خلايا صغيرة مختلفة في الحجم، وعدد السبقيات أيضا مؤثر أو ناقص أو فيه زيادة في الموضوع. أيضا كما أن الخلايا قد تتشابك أو قد تتلاصق مع بعضها، مما تتأثر السبقيات تندمج مع بعض، مما تسبب خلل في الصبغيات يعني وترتيبها في المناطق أو المكان المحدد. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.